السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده محرك بحث خاص بالبرامج اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. يعني ممكن تقول له أنا عايز البرامج اللي هي في الكوبي رايت فيبدأ يجيبهم لك بالشكل دوت، أو ممكن تقول له أنا عايز حاجات خاصة بالإيمج جنريشن، أو ممكن تقول له أند مور. هتلاقي حاجات كتير قوي، مثلا أنت محتاج حاجات تساعدك في كتابة الإيميل، هتلاقي المواقع بالشكل دوت. كل اللي عليك إن أنت تختار الموقع اللي أنت عايزه. خلي بالك هو أنا بكتب إن في فري وفي بيد، في واحد مجاني وفي واحد بفلوس وفي واحد فريمم، يعني بيبقى فيه امكانيات محدوده. تمام، تقدر تختار الموقع اللي انت عايزه، ده الكاتيجوري وده البرايسنج. تدوس هنا يبدا يفتح لك الموقع، فبيقول لك بقى انت الفكره من كتابه الايميل، بتختار شكل الايميل اللي انت عايزه وهو يبدا يكتبه لك. مجرد بس يعني تقول له ينطلق ينطلق. جربت الحاجات دي فعلا بتبقى قوية جدا، يعني مش اي حاجة. محرك البحث بقى تقول له انا عايز كل الحاجات، او عايز الفريمم، او عايز الفري، او عايز البيت زي ما انت عايز. مثلا انا راجل عايز حاجة في الديزاين، فيبدأ يجيبهم لي. تقدر بقى تبص عليهم كده سريعا، تختار افضل حاجه بالنسبه لك وتدوس عليها. طبعا ممكن تفضل بحيث ان انت تختار الحاجات اللي هي بفري، ولو عندك موقع ما لقيتوش موجود ممكن تعمل له سبميت اتول وتضيفه للموقع.